السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الكرام، اهلا وسهلا من جديد معكم يا محمد من قناة وي نو كونكر. فيديو جديد من فيديوهات كول اوف ديوتي موبايل المميزة. النهاردة هنشرح التسريبات او هنقول التسريبات عموما اللي هتنزل بإذن الله تعالى في السيزون الثاني من كول اوف ديوتي موبايل. بصراحة رهيبة جدا 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 وحاجات يعني فوق الخيال. اول حاجة نبدأ بعجلات الحظ، وبعد كده نبدأ بشخصيات اللعبة والسكنات، وكمان عندك كمان في حاجات كتيرة جدا. الموقع ده بصراحة جايب حاجات كتيرة جدا 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 جدا. تمام، فنبدأ أول حاجة كده، بسم الله الرحمن الرحيم، عجلات الحظ القادمة هو كابتن برايس والشخصية الأخرى، وكمان ليجنتيري جي 358، وعجلة الحظ كلين هاوس درو. كان في فيديوهات قبل كده برضو بتخص الكابتن برايس، كان بيبقى فيها بيجي لها يعني، كان المفروض أصلا تنزل في السيزون الأول بس أجلوها للسيزون الثاني بصراحة. وده اللي هو سلاح جديد للجاك، رهيب جدا، سكنات رهيبة جدا جدا جدا، واتوقع ان السيزون ده هيبقى سيزون حربي جدا. هقول لكم ليه، لما اخش على الشخصيات القادمة باذن الله تعالى هنلاقي اليكس، هنلاقي كل الشخصيات حربية، كل الشخصيات حربية ومفيهاش اي شخصية من اللي هو فيها سكنات الملونة والكلام ده كله. عندك اليكس هيبقى مضاف، وكمان جوست تاسك فورس. الرابط بتاع الموقع يا جماعه هسيبه لكم في الوصف عشان تعرفوا كل التحديثات اول باول، وتشارلي سترايكر وجاز، كل شخصيات حربيه لو انتوا شفتوا كده هتلاقي كل شخصيات حربيه، والسلاح الجديد جاك 12، وكمان سكين اوتلو كراش كورس. ادي يا جماعه السلاح هو جاك 12 هيتفتح في طاير 21، وكمان هليكوبتر تشوبر في طاير 14. تمام، عندك كمان هنا اسكنات جديدة قادمة، واسكن السلاح اتش بي ار 3 والجاك 12 والاي اس ام 10، وكمان عندك كيو كيو 9، وكيو كيو 9 هيجي مع كابتن برايس في كلين هاوس. زي ما شايفين السلاح الجديد يا جماعة اللي هتضاف حاجة فوق فوق الخيال بصراحة، ان السلاح اللي جاك 12 ده هيتضاف هيبقى متوازن جدا 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 مع اللعبة. عندك كمان خردة جديدة اسمها هاردت هتتضاف يا جماعة، ودي جاية من كول اوف ديوتي مودرن وورفاير 3، وكمان هي خريطة كلاسيكية صغيرة بها كثير من الاختناقات والمعارك المشجرة، يعني مثلا صغيرة جدا صغيرة جدا، يعني انت بس هتروح يمين هتلاقي حد يمين، تروح شمال هتلاقي حد شمال وهكذا. عندك كمان هنا كانت في نبذة عن القصة بتاعت الموسم الثاني بعد ظهور ماكرو في الموسم الأول، عاد خصومه الرئيسيون لمواجهة التهديد، انضم فريق 1 فور 1 المرسلة لإنقاذ الرهائن الجريئة، بينما دوق عقارب الساعة ينضم الموسم الثاني خريطة هارتد ومدربية اللاعبين ووحدة كونتر أنتل وبيتل باز جديد يضم سلاح جاك 12 الجديد، وكمان أيضا هليكوبتر والمزيد. وانطلاق فرقة تاسك فورس 141 وعودة جوز تاسك فورس، بصراحة دي اللي هتتم خراب 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 جدا يعني. بصراحة يا جماعة الموقع ممتاز، بينزل تسريبات اول باول، انصحكم ان انتوا تشوفوا التسريبات كلها من الموقع دي. حتى كمان فيها برضو بمدونة ببجي فيها تسريبات وفيها نصائح كتيرة جدا جدا جدا، يعني الموقع بنى عليه ممتاز وحاجة جميلة بصراحة. زي ما انتم شايفين كمان هو ببجي، يعني انا كمان مستغرب انه كمان عاملين لببجي كمان نفس الشخص، فموضوع بان عليه رهيب جدا، وحتى كمان موزعين سيزون 8 في رويال باس فوق فوق الخيال بصراحه يا جماعه، وحاجه رهيبه جدا. كان معكم يا محمد من قناه وين كونكر، ما تنساش لايك الفيديو واشترك في القناه مع تفعيل زر الجرس. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا انا كنت عايز حابب ان انا اشرح بفيديوهات وكده، بس لسه ما تمكنتش من الفيديوهات بتاعت السيزون الثاني، لما ينزل ان شاء الله فيديوهات ليه هنزلها على طول في القناة. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.